دعاء لدفع الريح الأحمر والبليات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأعز وأجل وأعظم وأقدر مما أخاف وأحذر والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم أنت الراقي وأنت الشافي. أعوذ بك من شر ما قضيت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الملكان العظيمان، أعوذ بالله ربي وربكما وخالقي وخالقما ومصوري ومصوركما خالق الصور ورازق البشر. أعوذ بالله من جميع الآفات والعاهات والبليات والأمراض والأرياح والأورام والأسقام والكس والخبن والخمود والآنام. أعيذ حامل كتابي هذا بأسماء الله الكرام وآياته العظام وبنور وجه الله ذي الجلال والإكرام. مالك الملك والملكوت والعزة والجبروت. الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. سبحانه ما أعظم شأنه وأرفع مكانه وأعز سلطانه. فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة. الرحمن الرحيم. ملجأ القاصدين. مغيث الملهوفين. راحم الضعفاء والمساكين. ورازق الخلق أجمعين. ذي العظمة والسلطان والرأفة والإحسان والجود والامتنان. الحنان المنان الرؤوف الديان. القهار الذي لا يقهر الغالب. المجيب الذي لا يجار عليه.
أعوذ بالله من شر الفتن والمحن وجميع أمراض البدن ومن الريح الأحمر والداء الأكبر في النفس والروح واللحم والدم والجلد والعظام والعروق والمعصب والشعر بعزة من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربي يا بارئ يا مغيث يا جبار يا قهار يا مقسط يا قائم يا دائم يا مبدئ يا معيد يا صبور يا ودود يا كافي يا شافي يا معافي يا واقي يا باقي يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا من أمره بين الكاف والنون يا عطوف يا شفوق يا قادر يا مقتدر يا أهيا يا شراهيا يا براهيا آدونا يا أسباؤوت آل شداي ألوهيم يا بيوتا يا شمخ يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا عليم يا حكيم يا عظيم يا حي يا قيوم يا قائما على كل نفس بما كسبت يا جامع يا نافع يا رباه يا مولاه يا سيداه يا ملكاه يا غاية رغبته يا محسن يا منعم يا متقبل يا متكرم يا من يعلم ما نخفي وما نعلن يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يا قاهر كل شيطان مريد يا قامع كل جبار عنيد يا نعم المولى ويا نعم النصير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكبير يا إله الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا حبيب التوابين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاصلين يا مالك يوم الدين يا من إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب وفيما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اشف حالي كتابي هذا من جميع الأمراض والأسقام والعلل والخلل والآلام
والملل والكسل والوجل والأورام والذلل والذهاب والمهل والأورام والدم الأسود والمرض والريح الأحمر والداء الأكبر والدم الأصفر وجميع الآفات والعاهات والهموم والغموم والكروب والسكتة والدهشة والرعشة والطوشة والزيغ والحزن والسحر والمكر والغدر والقتول والوحوش والهموم ومشاحنة العوام والانهزام وشر الشيطان والسلطان والحكام والظلام والقحط والوباء والهباء والغلاء والجلاء والزلزال والبلاء وهدم البناء وعضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وشر الأشرار وكيد الفجار والانهزام وما اختلف عليه الليل والنهار من طوارق الإنس والجان إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل شيطان رجيم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعلمك حسبي عليك توكلت وإليك التجأت يا نعم المولى ويا نعم النصير أوأنت حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأعز وأجل وأعظم وأقدر مما أخاف وأحذر والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم أنت الراقي وأنت الشافي أعوذ بك من شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها الملكان العظيمان أعوذ بالله ربي وربكما وخالقي وخالقما
ومصوري ومصوركما خالق الصور ورازق البشر أعوذ بالله من جميع الآفات والعاهات والبليات والأمراض والأرياح والأورام والأسقام والكس والخبن والخمود والآنام أعيذ حامل كتابي هذا بأسماء الله الكرام وآياته العظام وبنور وجه الله ذي الجلال والإكرام مالك الملك والملكوت والعزة والجبروت الحي الدائم الباقي الذي لا يموت سبحانه ما أعظم شأنه وأرفع مكانه وأعز سلطانه فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ملجأ القاصدين مغيث الملهوفين راحم الضعفاء والمساكين ورازق الخلق أجمعين ذي العظمة والسلطان والرأفة والإحسان والجود والامتنان الحنان المنان الرؤوف الديان القهار الذي لا يقهر الغالب المجيب الذي لا يجار عليه أعوذ بالله من شر الفتن والمحن وجميع أمراض البدن ومن الريح الأحمر والداء الأكبر في النفس والروح واللحم والدم والجلد والعظام والعروق والمعصب والشعر بعزة من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب يا بارئ يا مغيث يا جبار يا قهار يا مقسط يا قائم يا دائم يا مبدئ يا معيد يا صبور يا ودود يا كافي يا شافي يا معافي يا واقي يا باقي يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا من أمره بين الكاف والنون يا عطوف يا شفوق يا قادر يا مقتدر يا أهيا يا شراهيا يا براهيا آدونا يا أسباؤوت آل شداي ألوهيم يا بيوتا يا شمح يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا عليم يا حكيم يا عظيم يا حي يا قيوم يا قائما على كل نفس بما كسبت يا جامع يا نافع يا رباه يا مولاه يا سيداه يا ملكاه
يا غاية رغبته يا محسن يا منعم يا متقبل يا متكرم يا من يعلم ما نخفي وما نعلن يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يا قاهر كل شيطان مريد يا قامع كل جبار عنيد يا نعم المولى ويا نعم النصير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكبير يا إله الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا حبيب التوابين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاصلين يا مالك يوم الدين يا من إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب وفيما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اشف حالي كتابي هذا من جميع الأمراض والأسقام والعلل والخلل والآلام والملل والكسل والوجل والأورام والذلل والذهاب والمذل والأورام والدم الأسود والمرض والريح الأحمر والداء الأكبر والدم من أصفر وجميع الآفات والعاهات والهموم والغموم والكروب والسكتة والدهشة والرعشة والطوشة والزيغ والحزن والسحر والمكر والغدر والقتول والوحوش والهموم ومشاحنة العوام والانهزام وشر الشيطان والسلطان والحكام والظلام والقحط والوباء والهباء والغلاء والجلاء والزلزال والبلاء وهدم البناء وعضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وشر الأشرار وكيد الفجار والانهزام وما اختلف عليه الليل والنهار من طوارق الإنس والجان إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل شيطان رجيم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعلمك حسبي عليك توكلت وإليك التجأت يا نعم المولى ويا نعم النصير أوأنت حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأعز وأجل وأعظم وأقدر مما أخاف وأحذر والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم أنت الراقي وأنت الشافي أعوذ بك من شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها الملكان العظيمان أعوذ بالله ربي وربكما وخالقي وخالقما ومصوري ومصوركما خالق الصور ورازق البشر أعوذ بالله من جميع الآفات والعاهات والبليات والأمراض والأرياح والأورام والأسقام والكس والخبن والخمود والآنام أعيذ حامل كتابي هذا بأسماء الله الكرام وآياته العظام وبنور وجه الله ذي الجلال والإكرام مالك الملك والملكوت والعزة والجبروت الحي الدائم الباقي الذي لا يموت سبحانه ما أعظم شأنه وأرفع مكانه وأعز سلطانه فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ملجأ القاصدين مغيث الملهوفين راحم الضعفاء والمساكين ورازق الخلق أجمعين ذي العظمة والسلطان والرأفة والإحسان والجود والامتنان الحنان المنان الرؤوف الديان القهار الذي لا يقهر الغالب المجيب الذي لا يجار عليه أعوذ بالله من شر الفتن والمحن وجميع أمراض البدن ومن الريح الأحمر والداء الأكبر في النفس والروح واللحم والدم والجلد والعظام والعروق والمعصب والشعر بعزة من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربي يا بارئ يا مغيث يا جبار يا قهار يا مقسط يا قائم يا دائم يا مبدئ يا معيد يا صبور يا ودود يا كافي يا شافي يا معافي يا واقي يا باقي يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا من أمره بين الكاف والنون يا عطوف يا شفوق يا قادر يا مقتدر يا أهيا يا شراهيا يا براهيا آدونا يا أسباؤوت آرش الداي ألوهيم يا بيوتا يا شمخ يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا عليم يا حكيم يا عظيم يا حي يا قيوم يا قائما على كل نفس بما كسبت يا جامع يا نافع يا رباه يا مولاه يا سيداه يا ملكاه يا غاية رغبته يا محسن يا منعم يا متقبل يا متكرم يا من يعلم ما نخفي وما نعلن يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يا قاهر كل شيطان مريد يا قامع كل جبار عنيد يا نعم المولى ويا نعم النصير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكبير يا إله الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا حبيب التوابين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاصلين يا مالك يوم الدين يا من إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب وفيما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اشف حالي كتابي هذا من جميع الأمراض والأسقام والعلل والخلل والآلام والملل والكسل والوجل والأورام والذلل والذهاب والمهل والأورام والدم الأسود والمرض والريح الأحمر والداء الأكبر والدم الأصفر وجميع الآفات والعاهات والهموم والغموم والكروب والسكتة والدهشة والرعشة والطوشة
والزيغ والحزن والسحر والمكر والغدر والقتول والوحوش والهموم ومشاحنة العوام والانهزام وشر الشيطان والسلطان والحكام والظلام والقحط والوباء والهباء والغلاء والجلاء والزلزال والبلاء وهدم البناء وعضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وشر الأشرار وكيد الفجار والانهزام وما اختلف عليه الليل والنهار من طوارق الإنس والجان إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل شيطان رجيم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعلمك حسبي عليك توكلت وإليك التجأت يا نعم المولى ويا نعم النصير أوأنت حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأعز وأجل وأعظم وأقدر مما أخاف وأحذر والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم أنت الراقي وأنت الشافي أعوذ بك من شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها الملكان العظيمان أعوذ بالله ربي وربكما وخالقي وخالقما ومصوري ومصوركما خالق الصور ورازق البشر أعوذ بالله من جميع الآفات والعاهات والبليات والأمراض والأرياح والأورام والأسقام والكس والخبن والخمود والآنام أعيذ حامل كتابي هذا
بأسماء الله الكرام وآياته العظام وبنور وجه الله ذي الجلال والإكرام مالك الملك والملكوت والعزة والجبروت الحي الدائم الباقي الذي لا يموت سبحانه ما أعظم شأنه وأرفع مكانه وأعز سلطانه فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ملجأ القاصدين مغيث الملهوفين راحم الضعفاء والمساكين ورازق الخلق أجمعين ذي العظمة والسلطان والرأفة والإحسان والجود والامتنان الحنان المنان الرؤوف الديان القهار الذي لا يقهر الغالب المجيب الذي لا يجار عليه أعوذ بالله من شر الفتن والمحن وجميع أمراض البدن ومن الريح الأحمر والداء الأكبر في النفس والروح واللحم والدم والجلد والعظام والعروق والمعصب والشعر بعزة من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربي يا بارئ يا مغيث يا جبار يا قهار يا مقسط يا قائم يا دائم يا مبدئ يا معيد يا صبور يا ودود يا كافي يا شافي يا معافي يا واقي يا باقي يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا من أمره بين الكاف والنون يا عطوف يا شفوق يا قادر يا مقتدر يا أهيا يا شراهيا يا براهيا آدونا يا أسباؤوت آل شداي ألوهيم يا بيوتا يا شمح يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا عليم يا حكيم يا عظيم يا حي يا قيوم يا قائما على كل نفس بما كسبت يا جامع يا نافع يا رباه يا مولاه يا سيداه يا ملكاه يا غاية رغبته يا محسن يا منعم يا متفضل يا متكرم يا من يعلم ما نخفي وما نعلن يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يا قاهر
طاهر كل شيطان مريد يا طامع كل جبار عنيد يا نعم المولى ويا نعم النصير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكبير يا إله الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا حبيب التوابين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاصلين يا مالك يوم الدين يا من إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب وفيما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اشف حالي كتابي هذا من جميع الأمراض والأسقام والعلل والخلل والآلام والملل والكسل والوجل والأورام والذلل والذهاب والمذل والأورام والدم الأسود والمرض والريح الأحمر والداء الأكبر والدم من الأصفر وجميع الآفات والعاهات والهموم والغموم والكروب والسكتة والدهشة والرعشة والطوشة والزيغ والحزن والسحر والمكر والغدر والقتول والوحوش والهموم ومشاحنة العوام والانهزام وشر الشيطان والسلطان والحكام والظلام والقحط والوباء والهباء والغلاء والجلاء والزلزال والبلاء وهدم البناء وعضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وشر الأشرار وكيد الفجار والانهزام وما اختلف عليه الليل والنهار من طوارق الإنس والجان إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل شيطان رجيم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعلمك حسبي عليك توكلت وإليك التجأت يا نعم المولى ويا نعم النصير أوأنت حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأعز وأجل وأعظم وأقدر مما أخاف وأحذر والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم أنت الراقي وأنت الشافي أعوذ بك من شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها الملكان العظيمان أعوذ بالله ربي وربكما وخالقي وخالقما ومصوري ومصوركما خالق الصور ورازق البشر أعوذ بالله من جميع الآفات والعاهات والبليات والأمراض والأرياح والأورام والأسقام والكس والخبن والخمود والآنام أعيذ حامل كتابي هذا بأسماء الله الكرام وآياته العظام وبنور وجه الله ذي الجلال والإكرام مالك الملك والملكوت والعزة والجبروت الحي الدائم الباقي الذي لا يموت سبحانه ما أعظم شأنه وأرفع مكانه وأعز سلطانه فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ملجأ القاصدين مغيث الملهوفين راحم الضعفاء والمساكين ورازق الخلق أجمعين ذي العظمة والسلطان والرأفة والإحسان والجود والامتنان الحنان المنان الرؤوف الديان القهار الذي لا يقهر الغالب المجيب الذي لا يجار عليه أعوذ بالله من شر الفتن والمحن وجميع أمراض البدن ومن الريح الأحمر والداء الأكبر في النفس والروح واللحم والدم والجلد والعظام والعروق والمعصب والشعر بعزة من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب يا بارئ يا مغيث يا جبار يا قهار يا مقسط يا قائم يا دائم يا مبدئ يا معيد يا صبور يا ودود يا كافي يا شافي يا معافي
ya waqi ya baqi ya sarih al-mustakhsirin ya ghiyath al-mustaghithin ya man amruhu bayna al-kaf wan-nun ya atuf ya shafuq ya qadir ya muqtadir ya ahyan ya sharahiyan ya barahiyan aduna ya asba'utin arishadday aluhimin ya bayyuta ya shamkho ya ya azim ya muqaddim ya muakhir ya alim ya hakim ya azim ya hayy ya qayyum ya qa'iman 'ala kulli nafsin bima kasabat ya jami'u ya nafi'u ya rabbahu ya maulahu ya sayyidahu ya malakah يا غاية رغبته يا محسن يا منعم يا متقبل يا متكرم يا من يعلم ما نخفي وما نعلن يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يا قاهر كل شيطان مريد يا قامع كل جبار عنيد يا نعم المولى ويا نعم النصير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكبير يا إله الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا حبيب التوابين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاصلين يا مالك يوم الدين يا من إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب وفيما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اشف حالي كتابي هذا من جميع الأمراض والأسقام والعلل والخلل والآلام والملل والكسل والوجل والأورام والذلل والذهاب والمذل والأورام والدم الأسود والمرض والريح الأحمر والداء الأكبر والدم الأصفر وجميع الآفات والعاهات والهموم والغموم والكروب والسكتة والدهشة والرعشة والطوشة والزيغ والحزن والسحر والمكر والغدر والقتول والوحوش والهموم ومشاحنة العوام والانهزام وشر الشيطان والسلطان والحكام والظلام والقحط والوباء والهباء والغلاء والجلاء والزلزال والبلاء وهدم البناء وعضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وشر الأشرار وكيد الفجار والانهزام وما اختلف عليه الليل والنهار من طوارق الإنس والجان
إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل شيطان رجيم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعلمك حسبي عليك توكلت وإليك التجأت يا نعم المولى ويا نعم النصير أوأنت حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.